خدنا ثالث دوري 91 كنا هناخد الدوري على ماتشين يعني. طب فاكر الماتش اللي قدامنا ده اسماعيلي؟ ما هو ده الجول اللي جابه حمزه الجمل وزكي. ده الماتش اللي ضيع محمد بطوله الدوري سنه ممكن يكون 91. هو 91 فات. طب سمعني يا محمد. 50 يارده مش ممكن جول يعني زي اللي بنشوفه في كاس العالم. حمزه الجمل كلنا مش متوقعين فاجئنا حمزه الجمل بقنبله على يمين الجول كيبر زكي عبد الفتاح ويجيب جول اقوى واجمل جول سنه. حمزه الجمل مش ممكن جول غالي 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 للاسماعيلي جايبه في توقيت قاتل ومن مكان بعيد جدا وفي زاويه قاتله مش ممكن ابدا. حمزه الجمل بيجيب الجول الاول للاسماعيلي في الدقيقه كام؟ 29 من الشوط الاول 1-0 للاسماعيلي مش ممكن ابدا. وبيضغط تاني ادهم الاستحضار وعنده مساحه كويسه وبيشوط ادهم تيجي في الشبكه من بره. الاسماعيلي مش ممكن الجول ده مفاجاه للكل. هي دي الكوره وهي دي حلاوه طبعا الاستاد المحله هنا اسكت هوس محدش بيتكلم خالص مفاجاه لجمهور المحله كله. حمزه الجمل 1-0 للاسماعيلي. نصر التليس وطوليه طوليه ويطالع الجول سعفان وبيحل عليها فوزي جمال وتطلع بره كوره. 1-0 للاسماعيلي جول غالي قوي الجول ده للاسماعيلي. عطف عبد الهادي متخصص الضربات الثابته النهارده وهيلعب الكورنر وعلى الايام القريب ايمن رجب طويل يطلع بدماغه وبيحاول يفوت تترات والزفتاوي يردها على طول في المنطقه ومش اوفسايد وخالد عيد هو جول. خالد عيد بيجيب الجول الاول للمحله مفيش ايه ده جولين جايين في دقيقه. خالد المحله بيجيب جول التعادل. خالد عيد بيجيب جول التعادل للمحله في الدقيقه 30. جاب حمزه الجمل للاسماعيلي في الدقيقه 29 وتعادل خالد عيد على طول للمحله في الدقيقه 30. نفس الوضع بتاع ماتش جمهوريه شبيه خسروا كانوا خسرانين 1-0 وبعدين اتعادلوا مفيش دقيقه على طول بعدها. مش ممكن ابدا ماتش مثير وفي ضرب في ضرب لعيبه في ضرب هنشوف جول تاني. خالد عيد حطها حلو قوي. خالد عيد في ضرب بين اللعيب. خدنا ثالث دوري 91 كنا هناخد الدوري على ماتشين يعني. طب فاكر الماتش اللي قدامنا ده اسماعيلي؟ ما هو ده الجول اللي جابه حمزه الجمل وزكي. ده الماتش اللي ضيع محمد بطوله الدوري سنه ممكن يكون 91. هو 91 فات. طب سمعني يا محمد. 50 يارده مش ممكن جول يعني زي اللي بنشوفه في كاس العالم. حمزه الجمل كلنا مش متوقعين فاجئنا حمزه الجمل بقنبله على يمين الجول كيبر زكي عبد الفتاح ويجيب جول اقوى واجمل جول سنه. حمزه الجمل مش ممكن جول غالي 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 للاسماعيلي جايبه في توقيت قاتل ومن مكان بعيد جدا وفي زاويه قاتله مش ممكن ابدا. حمزه الجمل بيجيب الجول الاول للاسماعيلي في الدقيقه كام؟ 29 من الشوط الاول 1-0 للاسماعيلي مش ممكن ابدا. وبيضغط تاني ادهم الاستحضار وعنده مساحه كويسه وبيشوط ادهم تيجي في الشبكه من بره. الاسماعيلي مش ممكن الجول ده مفاجاه للكل. هي دي الكوره وهي دي حلاوه طبعا الاستاد المحله هنا اسكت هوس محدش بيتكلم خالص مفاجاه لجمهور المحله كله. حمزه الجمل 1-0 للاسماعيلي. نصر التليس وطوليه طوليه ويطالع الجول سعفان وبيحل عليها فوزي جمال وتطلع بره كوره. 1-0 للاسماعيلي جول غالي قوي الجول ده للاسماعيلي. عطف عبد الهادي متخصص الضربات الثابته النهارده وهيلعب الكورنر وعلى الايام القريب ايمن رجب طويل يطلع بدماغه وبيحاول يفوت تترات والزفتاوي يردها على طول في المنطقه ومش اوفسايد وخالد عيد هو جول. خالد عيد بيجيب الجول الاول للمحله مفيش ايه ده جولين جايين في دقيقه. خالد المحله بيجيب جول التعادل. خالد عيد بيجيب جول التعادل للمحله في الدقيقه 30. جاب حمزه الجمل للاسماعيلي في الدقيقه 29 وتعادل خالد عيد على طول للمحله.
ماتش جمهورية شبي، خسروا كانوا خسرانين 1-0 وبعدين اتعادلوا ما فيش دقيقة على طول بعدها. مش ممكن أبدا، ماتش مثير وفي ضرب، في ضرب لعيبة، في ضرب، هنشوف جول تاني. خالد عيد حطها حلوة قوي، خالد عيد في ضرب بين اللعيب. خدنا ثالث دوري 91، كنا هناخد الدوري على ماتشين. يعني طب فاكر الماتش اللي قدامنا ده؟ اسماعيل ما هو ده، ده الجول اللي جابه حمزه الجمل وزكي. ده الماتش اللي ضيع محمد بطوله الدوري سنه ممكن يكون 91. هو 91 فعلا. طب سمعني يا محمد، 50 يارده، مش ممكن جول يعني زي اللي بنشوفه في كاس العالم. حمزه الجمل كلنا مش متوقعين، فاجئنا حمزه الجمل بقنبله على يمين الجول كيبر زكي عبد الفتاح، ويجيب جول اقوى واجمل جول سنة. حمزه الجمل مش ممكن، جول غالي 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 للاسماعيلي، جايبه في توقيت قاتل ومن مكان بعيد جدا وفي زاويه قاتله، مش ممكن ابدا. حمزه الجمل بيجيب الجول الاول للاسماعيلي في الدقيقه كام؟ 29 من الشوط الاول، 1-0 للاسماعيلي. مش ممكن ابدا، وبيضغط تاني ادم الاستحضار وعنده مساحه كويسه، وبيشوط ادم تيجي في الشبكه من بره. الاسماعيلي مش ممكن، الجول ده مفاجاه للكل. هي دي الكوره وهي دي حلاوه طبعا الاستاد المحله هنا اسكت هوس، ما حدش بيتكلم خالص، مفاجاه لجمهور المحله كله. حمزه الجمل 1-0 للاسماعيلي. نصر التليس وطوليه، طوليه ويطالع الجول سعفان وبيحل عليها فوزي جمال وتطلع بره كوره. 1-0 للاسماعيلي. جول غالي قوي الجول ده للاسماعيلي. عطف عبد الهادي متخصص الضربات الثابته النهارده وهيلعب الكورنر، وعلى الايام القريب ايمن رجب طويل يطلع بدماغه وبيحاول يفوت تترات، والزفتاوي يردها على طول في المنطقه ومش اوفسايد. وخالد عيد خالد عيد بيجيب الجول الاول للمحله، مفيش ايه ده، جولين جايين في دقيقه. خالد المحله بيجيب جول التعادل، خالد عيد بيجيب جول التعادل للمحله في الدقيقه 30. جاب حمزه الجمل للاسماعيلي في الدقيقه 29 وتعادل خالد عيد على طول للمحله في الدقيقه 30. نفس الوضع بتاع ماتش جمهوريه شبيك، خسروا كانوا خسرانين 1-0 وبعدين اتعادلوا ما فيش دقيقه على طول بعدها. مش ممكن ابدا، ماتش مثير وفي ضرب، في ضرب لعيبه، في ضرب، هنشوف جول تاني. خالد عيد حطها حلوه قوي، خالد عيد